تزعلش مني يابا. أنا مش زعلان منك يا ابني، أنا زعلان عليك. السياسة دي أصلي سكتها خطر ومرها أكتر من حلوها بكتير. أنت مش مصدقني ليه يابا؟ والله العظيم الموضوع مش زي ما أنت فاهمه. أنا مصدقك، مصدقك يا أهتم، بس برضه حتى لو كانت رجلك جت غلط، أنت برضه غلطان. غلطان في إيه بس يابا؟ طب في إيه؟ لما تشوف مظاهرة تبعد عنها. أبعد عنها للدرجة دي يابا؟ أيوة طبعا للدرجة دي ونص كمان. أيوة بابا، بس المظاهرات دي اتعملت عشان الناس تقول رأيها، وبعدين ده مش في مصر بس، ده في العالم كله. طب أسألك سؤال، اسأل. عمرك شفت مظاهرة عندنا جابت نتيجة أو غيرت حاجة؟ يا ابني آخرة المظاهرات إيه؟ ما ديك شفت بياخدوا العيال على أمن الدولة يضربوهم ويهزقوهم، مش هم لوحديهم، هم وأهاليهم، وفيه شباب زي الورد أهاليهم ما بيشوفوهمش تاني. وأنا يا ابني محتاج لك علشان تاخد بالك من أمك وأخواتك، وبعدين اطمن التغيير هيحصل، هيحصل يوم ما الفوران اللي في قلوبكم انت والشباب اللي زيك ما يتنقل لبقية الناس. يا ادم يا ابني الدنيا ليها ناس والاخر ليها ناس، ربنا يجعلنا احنا من اهل الاخر، انما الدنيا بقى نسيبها اللي عايزين. تاخذنيش يابا، يعني كلامك ده شوقني للانتحار. بس انا واخد على خاطر منك يا عم امين. ايه؟ عشان يعني عشانك في وشي كده وتديني بالقلم يعني قدامي. تعرف انا ما زعلنيش القلم ده خالص، مزعلني بس الكلام اللي حضرتك قلته لي. تفكر نفسك بتصرف وبتساعد، ما كله من خيرك يا عم امين. بعدين يابا ربنا يقدرني عشان يخليك انت وامي واخواتي مش محتاجين اي حاجه. يابا انت لازمتك على راسي. هقول لي بقى، دعيت لي وانت بتصلي ولا كنت لسه زعلان مني؟ اخيو انا ليا مين ادعي له غيركم؟ تعال. لسه زعلان؟ ازعل ايه بقى، ده انت زي ولادي. يلا تصبح على خير. طبعا وحشتني. طيب يا حبيبتي، طيب يلا اكلمك بعدين. حبيبتي، وحبيبتي دي بقى ايه اللي مصحيها لغايه دلوقتي؟ بتكلمي مين يا بطه؟ دي 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 ولا ده 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 ده؟ بتكلمي مين يا بطه؟ دي واحده صاحبتي. بدأنا الموضوع بكده يبقى هتشوفي وش مني زي الزفت. بتكلمي مين يا بت؟ بص بصراحه يا ادم، ده واحد اسمه مرزوق. مين مرزوق ده ولا بيزفت ايه ولا عرفتيه فين ده؟ بص يا ادم، انا هحكي لك على كل حاجه، بس اوعدني ان هو يفضل سر ما بيننا. احكي يا ماما، احكي يا حبيبتي، بس احكي بصراحه. عايز يخطبني. بتكلمي جد؟ طب ولما هو عايز يخطبك بجد بقى ما جاش للبيت قابلنا؟ انا اللي ما كنتش عايزه، كنت مستنيه الوقت المناسب. وامتى بقى روح خالتك الوقت المناسب؟ اللي تشوفه يا ادم. انا عايز اقابل الواد ده. اتفقنا؟ اتفقنا. كبرت يا بنت؟ تتخطبي؟ ها؟ تعالي كمان واحد.
البوليس. ألف سلامة عليك يا حبيبي. سلمك. اطمنوا يا جماعة، جت سليمة الحمد لله. أسفين يا دكتور، جبتك على ملا وشك. يعني هو كويس يا دكتور؟ الحمد لله. طبعا إذنكم. كتر خيركم يا جماعة، أنا الحمد لله كويس. يا حبيبي يا ابني، منه لله البعيد، ربنا ينتقم منه أشد انتقام، قادر يا كريم يا رب. هو آدم سابه؟ ده ادعى علقة موت. ربنا يحميك يا آدم، ده أنا ما شفتش في شهامتك وجدعنتك دي حد أبدا. ليه بقى إن شاء الله؟ وعمل إيه يا زلمة من اللي أنا عملته؟ ما أنا مسكت الحرام اديته علقة موت، لولا هو اللي جه أنقذه من إيدي. حصل حصل. ويا تعويرة والدم ده من إيه يا عم البيت؟ أه؟ لا ده أنا كنت بحلق وبعدين وقعت على الفاظة. حصل. الحمد لله يا صاحبي. آدم ما تخافش عليها جيفارا. مش غريب عليك والله يا آدم. هي دي أخلاق ولاد الكانتري. شكرين على المعلومة يا خواجة، من فضلك يا جماعة الدكتور قال الكلام خطر على آدم. تفضلوا تفضلوا، تصبح على خير. تصبح على خير، عايزين ننام. تفضل حضرتك تفضل حضرتك. أنا مش فاهم، بس الواد ده بيجر ورا المشاكل ولا المشاكل هي اللي بتجر وراه؟ كبد عليك يا ضنايا يا ابني، طول عمره في حاله ودايما متصاب. أيوة خليك أنت في كبدي ويا ضنايا لغاية اما رقت جنبك، او لا قادر يتحرك ولا يروح شغله. كراي امين، مالك شد السلخ علي انا والبيت كده ليه؟ عندي حق ولا ما عنديش حق؟ بصراحة مالكش حق، احنا عيننا زي الفل وانا مربيهم كويس وزرعت ربنا سبحانه وتعالى جواه. لازم تفرح ان ابنك راجل وشهم. الشهامة ما بتجيبش حقها اليومين دولت يا صبرة، واديك شفتي. يعني كنت هتفرحي لو ابنك راح فيها؟ بعد الشر ان شاء الله اللي يكرهوه يا رب. استغفر الله العظيم. صباح على خير. انت من اهله، صبرني يا رب، صبرني على اللي انا فيه. انت متهم بالتخابر مع دولة اجنبية للاضرار بمصالح امن الدولة العليا. انا غلبان يا باشا. سعادتك انا لا يمكن اضرب مصالح بلدي ولا يمكن اتجسس على بلدي لصالح اي حد. امال تفسر بايه المعلومات والمكالمات اللي انت سجلتها ورحت بعتها لما كنت شغال في شركه الاتصالات؟ يا باشا المعلومات على قفا ما نشيل، وبعدين احنا في عصر المعلومه يا بيه. انت هتستقبل يالا ولا ايه؟ هبعت اجيب ماما. كل الناس يا بيه بتبادل معلومات ولا هي جت عليا؟ وبعدين يا بيه المعلومات كل يوم على النت بتكون رايحه جايه. يعني اللي على النت حاجه واللي انت عملته حاجه تانية. يا باشا دي معلومات عاديه. هو التجسس ايه غير بيع معلومات؟ ممكن تكون عاديه بالنسبه لك لكن مهمة لغيرك. شكلك كده ملاوع ومش هتجيب الذوق. أنا فعلا فعلا بعت معلومات وقبضت الثمن، بس ما كنتش عارف إن هي المخابرات أجنبية. وتبيع ليه من أصله؟ لأني فقير، فقير ما صدقت لقيت أي حاجة عندي ممكن أبيعها. ما سألتش نفسك يا رحمة؟ هما بيشتروا منك المعلومات دي ليه؟ انت يالا؟ ما سألتش. كان كل اللي منها بيع بكام؟ باشا بلدي ما تتقدرش بفلوس. البلد دي مليانه فلوس بس مش مع كل الناس. انت عقود بقى. طب من غلبي طول عمري طول عمري بتحوم في دوامة فقري. مفيش مرة واحد فكر اني مد ايده ويساعدني. الفقر عمره ما كان مبرر للخيانه وقلة الاصل. في ناس ممكن تموت من الجوع ولا يمكن تخون اهلها وناسها. مش كل الناس يا باشا، مش كل الناس. في ناس مستعده تبيع عين من عينيها او عين من عينها علشان تدوس على الفقر اللي طحنها. انما صدقني يا باشا كلنا عايزين نبقى ملايكه، انما لو ما عرفناش بنتحول غصب عننا لشياطين، شياطين علشان نقدر نعيش.